اهلا وسهلا فيكم بمطبخ هنوتي. اليوم رح نحضر مع بعض الكوردون بلو بقلز، واسهل طريقه ومكونات موجوده بكل بيت ان شاء الله. وقبل ما نبلش لا تنسوا تشتركوا بقناتي والضغط على اللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد بقناتي فضلا وليس امرا. اول شيء عندنا صدور الدجاج، طبعا غاسلينهم منيح ونقعينهم بالخل قبل بوقت. هلا بنقصهم لشرائح رقيقه كتير بهيدا الشكل. طبعا هلا انا بفضل قصهم بهيدا الشكل بدل ما اني اقعد ادقهم وحده وحده كلياتهم حتى افتحهم. انتو كيف بتحبوا فيكم تعملوا. بعد ما نخلص الكميه كلياتها بنجيب كيس نايلون ونفتحه بالنص بهيدا الشكل، ونجيب جبنه قشقوان. طبعا بنحط اول شي شريحه من الدجاج، بنحط بقلبها قطعه جبنه صغيره، وبنحط فوقها قطعه دجاج تاني، وبنغلفها بالكيس وبنبلش مندقها شوي صغيره بس من الاطراف. بأي أداة موجودة عندكم فينكم تدقوها، يعني ما لها مشكلة، ممكن بكاسة ممكن بأداة الدق تاعت الدجاج بصير كمان هيك لحتى نخلص الكمية كلياتها. وهلا بعد ما خلصت معنا الكمية كلياتها بنغلفهم بالستريتش وبنحطهم بالبرات لبين ما نحضر صوص البشاميل مع بعض. عندي هون كمية من الفطر نظفتهم كتير منيح بالشقفة من الرمل، تأكدت انه ما بقي فيهم شي، وبقطعهم هيك لشرائح بهيدا الشكل. منجيب طنجرة منحط على الغاز ومنحط فيها معلقة من الزبدة. وهلا بنحط كمية الفطر فوقها لحتى نتخلص من السوائل كلياتها الموجودة داخل الفطر. لتحضير البشاميل بنحتاج 3 معالق من الزبدة و 3 معالق من الطحين. بنخليهم على الغاز عم نحركهم لحتى يصير لونهم أشقر. وبعد منها بنضيف عليهم لتر من الحليب مع استمرار التحريك. ونضيف عليه ربع ملعقة من البهار والأوريغانو والملح طبعا. بعد منها منضيف عليهم كمية الفطر منحركهم شوي، وهيك بيكون معنا الصوص صار جاهز. تحضير تبلت الدجاج منحتاج نص كاسة طحين، كاسة مي، بيضة، توم بودرة، وهال، وزنجبيل، وملح، بابريكا، كركم، وثلاث معالق من النشا. منخلط المواد الجافة كلها مع بعضها منيح، بعد منها منضيف السوائل. طبعا كل المكونات مكتوبة بصندوق الوصف بأعلى الشاشة على يمينة أو يسارة بالمثلث الصغير.
وهلأ منحط الدجاج بالصوص وبعدها منغلفه بالكورن فليكس تماما من كل الجهات. وهلأ أنا رح أحط الدجاج بالقلاية الهوائية. طبعا أنتو إذا حبيتوا فينكن تقلوا بكمية من الزيت، أو كمان إذا حبيتوا فينكن ترشوا عليهم كمية من الزيت وتحطوهم بالفرن كمان بصير. لهون بكون خلص معنا الفيديو لليوم، بتمنى يكون نال اعجابكم، وانتظروني في فيديوهات جديدة وفلوقات جديدة ووصفات جديدة من مطبخي.